يعني أنا ألعب لوحدي، كنت أحب ألعب لوحدي، بحب ألعب بسياراتي بالباربي أختي مثلا وقت ما يكون في حدا. لكن كانت أيام حلوة، إنه بالعز الحرب يعني، يعني الأهل كانوا محاوطيننا بشكل إنه ما انتبهنا على بشاعة الحرب. ما أنا طفولتي سعيدة جدا. أنا عندي أم من الأرض وعندي بي أوروبي، هو لبناني بس ثقافته أوروبية، وهالشي غناني كتير. أنا خليت عندي أصوات حلوة كتير، يعني أنا بتذكر مثلا بالضيعة تكون عم نشطوا في البيت، تطلع غنية مثلا بيحبوها أو شي يكون في راديو، الممسحة تصير فوال والصفاطة والممكن تصير، يعني بيرقصوا بالتير شي بسيط يعني. قمعت عن اني ارقص انا وصغير، اهلي يعني ما تقبلوا الفكره كتير، يعني بقينا السنه ما حكينا مع بعض، بس ما تقبلوا خوفا علي مش عشي تاني، بس انه الواحد لازم يعيش حياته، وقتها تقسى الحياه بتعلميك وبتطلعي اقوى، وانه ما فيك تحمي اولادك من ظلم الدنيا. أنا المرأة لها فضل كبير علي يعني بحياتي، يعني وعيت وكبرت وحبيت الحياة وعشقت مع وخلال المرأة. وأمي امرأة بسيطة جدا كانت، يعني ما بتعرف تقرأ ما بتعرف تكتب، بس عندها نبض. هي وقت كنت بعيش بفرنسا انا 2006 اللي بيقول انه امك بعد عندها 3 شهور ركضت خلص تركت كل شيء، ومن وقتها ما رجعت فليت يعني، وامي راحت بين ايدي يعني فلتت بين ايدي، اعطتني الحياه، اعطتني حياتها كمان بين ايدي يعني. كان صعب يعني، مش هي انسان يموت بين ايديك. نظره الوالده مهمه لإلي يعني، واحد يكون صادق كمان مع نفسه، وفاتها حررتني كليا يعني.